برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. والحقيقة معنا فقرة من الفقرات المميزة، لأن دايما المصري وجوده في أي مكان بيفرق وبيكون صاحب بصمة. النهاردة هنتكلم عن طيور مصر المهاجرة من الشباب والفتيات المبتكرين اللي دايما بيضيفوا للعالم كل ما هو جديد، مشرفانا ورفع راسنا ومشرفينا دايما ورافعين راسنا. ولو هنتكلم تحديدا عن الفتيات، لأن ضيفتنا هي واحدة من المبتكرات اللي أشادت بها المؤسسات العلمية في ألمانيا، الدكتورة سارة حجي العالمة المصرية اللي فازت بجائزة أفضل بحث في مجال السرطان بألمانيا. صباح الخير يا دكتور. صباح الهنا والنعيم يا رب، شكرا جزيلا للسيدة. أفضل بحث في مجال السرطان، يمكن الكلمة لوحدها أصلا تخض، والكل بيحصل له بانيك كده أو بيخاف منها أول ما يسمع الكلمة دي. عاوزين نعرف إيه الجديد اللي أنت قدمتيه من خلال البحث بتاعك. أوكي، سو الأول أنا بس محتاجة أعرف إيه الحاجات اللي أنا اشتغلت عليها. سو في حاجة، في مجموعة من الخلايا اسمها الخلايا الجذعية، رب العالمين خلقها في كل عضو أو في أغلب الأعضاء. الخلايا الجذعية دي بتنقسم، وكل خلية بتبقى خليتين، واحدة منهم بتفضل خلية جذعية والتانية بتبقى أي نوع من الخلية العضو محتاجها. فده الخلايا الجذعية. اللي أنا اكتشفته بقى إن في هرمونات الجنسية اللي هي زي الاستروجين البروجستيرون، واللي هي الذكورية زي التستوستيرون عند الرجال. فالهرمونات الجنسية دي بتطلع من الأعضاء الجنسية زي المبايض مثلا. أنا ركزت أكتر على الهرمونات اللي هي الهرمونات الأنوثة. Exactly. بعد كده الهرمونات دي بتروح للأمعاء، فهي الأمعاء دي عضو غير جنسي، احنا عارفينه ان هو عضو غير جنسي، وبتروح للخلايا الجذعية في الأمعاء وبتخليها تنقسم. فلما الخلايا الجذعية دي بتنقسم، عدد الخلايا بيزيد وحجم العضو بيزيد، وده بينتج عنه تحسين الناتج الإنجابي، لأن الأمعاء بتكبر وبتبدأ تاخد مواد غذائية، بتقدر تمتص أكتر مواد غذائية علشان النونو الجنين. أوكي؟ فده الميكانيزم، العملية اللي رب العالمين عملها لنا في جسمنا اللي تصلح لينا كسيدات يعني علشان نزود الناتج الإنجابي. هو ده اللي أنا اكتشفته. المشكلة بقى أن أنا برضو اكتشفت أن لما الهرمونات دي تكون موجودة بشكل عالي في الجسم، زي مثلا عن طريق الأكل أو عن طريق الأدوية، الخلايا الجذعية اللي موجودة في الأمعاء بتقعد تنقسم كتير قوي، وبتأدي أنها بتستهلك بطريقة سريعة، قدرتها الانقسامية بتستهلك بطريقة سريعة فبتتجنن، فبتساعد الأول على تطور السرطان أو بتساعد على سرعة الشيخوخة. ففي علاقة وطيدة ما بين الهرمونات الجنسية والخلايا الجذعية اللي هي مش موجودة في الهرمونات الجنسية، اللي هي موجودة في أعضاء غير جنسية، ففي علاقة وطيدة ما بين الهرمونات وما بين الخلايا الجذعية بتحدد صحة العضو بشكل عام. دكتور سارة، الحقيقة إنه مجال البحث العلمي والبحث العلمي تحديدا مهم جدا، لأنه كل يوم بيكشف لنا عن سر جديد. إحنا بالنسبة للعالم كله مرض الكانسر دايما، حتى عندنا هنا ما بنحبش نقول اسمه، دايما بنقول عليه المرض الوحش مثلا، ما بنحبش نقول اسمه من كتر ما احنا بنخاف منه. فكره ان احنا نتوصل لمعلومه جديده او لمسبب او سبب جديد، دي تساعدنا في ان احنا في المستقبل نقدر نوصل لطرق وقايه جديده، نقدر نوصل لطرق علاج جديده. سؤالي ليك يا دكتور هو انه هذا البحث ازاي نقدر في المستقبل ان احنا نستفيد منه، او هل في الورقة البحثية طبعا لتخص حضرتك، هل توصلتي زي ما بيقولوا دايما بيكون في نقاط بتقوليها عايزة أعمل كذا أو أشتغل عليها كذا في المستقبل؟ هو علاقة الهرمونات ما كانتش مفهومة، الهرمونات الجنسية ما كانتش مفهومة أبدا على الأعضاء الغير جنسية. فالحمد لله البحث بتاعي دي أول خطوة نقدر نفهم منها لا ده في تأثير. اللي أنا كمان قريته وكتبته في الورقة العلمية بتاعتي من أبحاث تانية كان بيقول إن في مستوى عالي من الهرمونات الجنسية حول محيط السرطان بتاع الأعضاء اللي هي الهضمية. تمام؟ مثلا زي الكبد، أنا مثلا شفت إن في دراسات بتقول إن حتى الرجالة اللي عندهم تليف في الكبد وعندهم سرطان في الكبد بيبقى عندهم في محيط الورم بتاعهم بيبقى عندهم استروجين عالي. فده ان دل على شيء يدل اوكي سرطان استروجين او سرطان في هرمونات انوثه عاليه، فليه سرطان محتاجها. فالبحث بتاعي بقى بيوضح طريقه
ده أول يعني أول مشوار بإذن الرحمن. هو بيوضح طريقة هو ليه ممكن الاستروجين يكون عالي. فاللي أنا اكتشفته إن الخلايا الجذعية بتستخدم الاستروجين ده علشان تكبر وتفضل تنقسم فعدد الخلايا بيزيد. دي أول خطوة. الخطوات بقى اللي بعد كده بإذن الرحمن إن إحنا نسأل نفسنا هل في أي نوع من العلاج نقدر بتأثيرنا على الهرمونات الجنسية في الجسم في مختلف المراحل بتاع تطور المرض، هل هيبقى في أي دور للهرمونات الجنسية دي في السيطرة على مرض السرطان؟ لا. طيب بخصوص السيطرة على مرض السرطان، البحث ده بيسيطر أو هيحاول اللي هو يعالج جميع أنواع السرطانات بشكل عام ولا نوع محدد؟ لا، هو انا ركزت اكتر على السرطانات في الجهاز الهضمي. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، واحد من التحديات بتاعت مرض السرطان هو ان هو بينشأ من البني ادم نفسه، من جسم البني ادم بالظبط كده. فمع الاسف اللي بيخلي مرض صعب ان هو ان احنا نعالجه يعني، ودايما زي ما جمانة قالت مرض خبيث، لان هو في عوامل كتير قوي مؤثره عليه. فباكتشافنا العامل من العوامل احنا قربنا خطوه باذن الرحمن من ان احنا نعالج بشكل ادق، والناس اللي يكون عندها الهرمونات دي بشكل عالي ممكن نقلل الهرمونات فنساعد باذن الرحمن ان في علاجهم في المرض كده يعني. دكتور سارة أنا هرجع معاكي تاني، النقطة دي نقطة مهمة جدا، فكرة إن إحنا أصلا نحمي نفسنا من مرض السرطان. لكن خليني أتكلم دلوقتي معاكي عن ريسيرش أو بحثك العلمي اللي عملتيه. ردود الأفعال كانت عاملة إزاي؟ أنت المفروض إنه البحث بتاعك طبعا هو فاز بمنحة لمركز في أمريكا عشان تستكملي البحث بتاعك. عايزة أعرف منك ردود الأفعال عاملة إزاي، وكمان إيه الخطوة اللي جاية؟ اوكي. سو ردود الافعال الصراحه من ما حدش كان مصدق ان حاجه زي دي ممكن تحصل. او في الاغلب هي انا كنت لسه بفكر في اللقاء يعني قبل ما ادخل، وكنت سمعت فخامه الرئيس طبعا في المنتدى وهو بيقول البني ادم المصري افكار بس قدراته يعني محتاجين نحسنها نطور. فالحقيقه ان انا كان عندي فكره وكان عندي حلم ان انا اعمل نيتشر بيبر اللي هي انشر البحث العلمي في مجله نيتشر العالميه، ولله الحمد والمنه دي اكبر مجله علميه اكبر مجله طبعا. فاللي هو يعني قالوا لي قبل كده على فكره البحث ده ممكن يوصل لنيتشر. لا يا جماعه انت بتهزر ولا ايه؟ هيوصل طبعا. فدي كانت يعني ده كان رد الفعل الاولي بالنسبه لي. بس الحمد لله انا البروفيسورز بتوعي صراحه كانوا محتضنيني ومتبنيني، وبصرف النظر احنا ما كناش عارفين الوصول هيبقى لفين، بس احنا اجتهدنا يعني. فالحمد لله الامبريشن السائد عني هو ان انا كنت بوصل الليل والنهار بشتغل الحمد لله علشان اقدر اوصل واحقق. والحقيقه ان انا كمان في 2017 اكتشفت ان في معمل في المانيا بيعمل حاجه على نفس العضو وعلى نفس الجين على نفس كل حاجه، ودي في مجال البحث العلمي دي حاجه مش عايزه اقول تهدد البحث، بس اتخلقت فيما بيننا زي منافسه مين اللي هيوصل اسرع، مين اللي هينشر اسرع. عشان بس اقول لكم يعني ان هو نشر بعديه بيومين، فيعني كانت المنافسه. انت كنت موجوده في المانيا كمان يعني؟ انا كنت موجوده في المانيا طبعا. انا اتخضيت بقى يعني اول لما شفت حاجه زي كده، لان هو كانت المرحله متاخره فمعرفناش نتعاون مع بعض، فكان هي مين اللي هينشر وهينشر ايه الاول. فكان في رد الفعل هو ان احنا كنا قلقانين وعايزين يعني نوصل ونحقق ونببلش يعني ننشر وننشر المجله قصدي الورقه العلميه بسلام. فالحمد لله يعني الحمد لله. يعني دكتوره ساره خليني اقول لحضرتك انا فخور ومحظوظ. فخور اولا بوجودي قدام عقليه بالحجم ده زي حضرتك والدماغ والتفكير ده والعمل والاجتهاد والمثابره دي حاجه، ومحظوظين بوجود حضرتك معانا النهارده كونك في اجازه لان انت مقيمه في المانيا، فاحنا سعداء الحظ بوجودك معانا النهارده. بس عاوزين نعرف ايه التحديات اللي واجهتك وانت بتعملي البحث بتاعك؟ يعني الدماغ اللي شغاله دي اكيد يعني بتتغلب على كل الصعاب اللي واجهتي، فايه اللي واجهتيه
وتحدياتك اللي انت واجهتيها. اوكي سو في الاول انا خلصت الحمد لله في الجامعه الالمانيه في القاهره صيدله وباي تكنولوجي علوم حيويه، بعد كده اخذت الماجستير بتاعي في علوم السرطان. فالماجستير كان مختلف شويه طبعه عن بالذات الجزء النظري فيه كان مختلف صراحه يعني جدا. الماجستير كان هنا في مصر؟ لا كان هناك برضه. انا اتخرجت 2012 يدو هو شهر واحد وسافرت هايدلبرغ. فانا سافرت صغيره قوي يعني كان عندي يمكن 20 سنه او نص او حاجه. وبعدين رحت هناك لقيت حتى الالمان وهم بيتكلموا انجلش مش ساعات مش بيبقى احسن انجلش في الدنيا. صحيح. انا كنت قاعده مش فاهمه حاجه، فده كان بالنسبه لي حاجه مختلفه قوي عن وجودي في مصر. كنت متالقه طبعا في الجامعه وبرفع ايدي. وما زلت متالقه على فكره يا دكتور. بس كان في مرحله كده في الاول اللي هو انا مخضوضه انا مش عارفه انا بعمل ايه، هو انا في المكان الصح كده يعني. فده كان تحدي من التحديات، هو اختلاف شويه المجالات الثقافات والمجالات. وطبعا الخضه المجتمعيه دي اللي بتيجي للواحد اول لما بيسيب مكان نشاته وبيروح مكان جديد، غير انه ما كانش عندي تمويل وعشان كده اشتغلت بجانب دراستي، فكان الموضوع برضو مرهق شويه. اشتغلتي يعني بجانب دراستك وانت عندك تقريبا 21 سنه يعني. طب في قصه مفروض ان هي حصلت لك بقى هناك كده خلال وجودك في المانيا احكيها لنا. اوكي سو الاول عايزه اقول انه حاجه كمان من الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها ونسيتها بس خلاص اوكي اتفضلي نروح القصه عشان انا نسيت اللي انا عايزه اقوله. الحقيقه ان انا قعدت كتير انا لقيت رب العالمين رزقني الحقيقه اللي خلى مشواري يوصل للنجاح اللي انا وصلت له الحمد لله. هو انا لقيت الشخص اللي يتبناني، هما شخصين اكشلي تبنوني علميا وفتحوا لي المجال ان انا اطلع كل حاجه عندي الحمد لله. فده كان عنصر اساسي الحقيقه من عناصر نجاحي. وزي ما جمانة قالت انا حقيقة قعدت اعافر كتير قوي درجه مش في حاجه بتطلع لقدام. هي فكره البحث العلمي ان دي حاجه بنبني عليها سنين وسنين. فانا بالروح البسيطه اللي هي اللي انا بذاكر امتحانات بنجح بتفوق كده، فقعدت سنين كتير قوي مستنيه النجاح وعماله بزق مفيش حاجه بتتزق. فالحقيقه اكتئبت الصراحه. ربنا طلع شايل لك اهو حاجه كبيره في الاخر يعني الحمد لله. بس انا حقيقه من كتر ما شديت على نفسي لا انا اصبت بالاكتئاب وكان عندي اكتئاب حاد الصراحه. ومن هنا اكتشفت قيمه التدريب بقى القيادي لنفسي. ربنا رزقني الحمد لله بكوتش كانت موجوده في الجامعه تبع الجامعه وتبع مركز السرطان. والحقيقه الست دي تبنتني وعملت لي منتورنج وكوتشنج في الفتره الاخيره من البي اتش دي بتاعتي من الدكتوراه بتاعتي. والحقيقه الموضوع ده فرق معايا جدا لان مع الوقت اللي بدات اخلص فيه الدكتوراه والورقه اتسلمت فيه الحمد لله كنت انا في افضل حالاتي لله الحمد لله منه. وكان عندي مزيد كتير قوي لدرجه ان انا قلت بقى خلاص ده اللي انا عرفته ده انا لازم كل الشعب يعرف ولازم الامه كلها لازم البشريه كلها تعرف. لان حقيقه ان كتر التحديات ده اثر عليا سلبيا جدا على فكري ان انا اقدر انجح او ما انجحش. شكيتي في نفسك وفي قدراتك بالظبط كده. وقعدت وقت طويل قوي مستنيه الفرج الفرج ما بيجيش. ايه ده هو انا وحشه قوي كده عشان الفرج ما يجيش. فكل دي كانت معتقدات وايمانات بجد حقيقي والله منعتني جامد ان انا استمتع باللي انا بعمله في وقت ما في حياتي. فالحمد لله لما الواحد اتدرب وبدا يشتغل على نفسه ويشتغل على فكره ومعتقداته بدات كل الصعاب دي تزول. فاللي بقى موجود هي بس زي ما بقول للكلاينتس بتوعي دلوقتي هي حياه النعيم لله الحمد لله منها. فالواحد بقى بيستمتع بكل حاجه في حياته حتى وفي تحديات. الدنيا ما بتخلاش من التحديات. صحيح. فكره العقليه اللي بتواجه التحديات دي عامله ازاي بس. فأنا دايما اقول ومش بس ده كلامي ده كلام الطب النفسي ان الواحد لما بيكتئب ده معناه ان في جزء جواه اللي هو السبكونشس اللاوعي اللاواعي بالظبط اللاواعي بتاعه عارف انه في حاجه احسن مستنياه والواعي بتاعه متوتر كده ومش عارف يروح ازاي للحاجه الاحسن. طب بما انك اتكلمتي بقى على الاكتئاب ايوه واحنا يعني وقتنا عارفه يعني بيخلص بسرعه طبعا كلام معاكي الحقيقه يعني ممتع جدا بس
قبل الهوا كنت بتكلم معاكي، العالم كله نفسه يجي يوم كده ويقول انه مرض السرطان ربنا يحفظنا جميعا طبعا لقينا له علاج، ما نتخضش يعني، يبقى بالنسبه لنا مرض زي الامراض اللي بتعدي. هل اليوم ده ممكن يجي؟ وكمان انت كلمتي معايا في نقطه مهمه جدا، وانه الحاله النفسيه دلوقتي بقت واحد من الجوانب اللي لازم بيتم اخذها في الاعتبار. طبعا هقول لك على حاجتين. اول حاجه هي ان الوقايه خير من العلاج. فحتى للاسف في مرض السرطان، ربنا يشفي كل مرضانا يا رب، زي ما قلت تحدي مرض السرطان هو ان هو بيجي من جوانا، دي مش حاجه جسم غريب، دي من خلايانا. فالحل الامثل، وده تركيز الحكومات العالميه دلوقتي والنظم العالميه اللي هي الهيلث كير سيستمز، نظم الصحيه اكزاكتلي نظم الصحيه دلوقتي بتركز على الوقايه. ازاي بقى الوقايه؟ هو من الاكل، تمام، ان الاكل ما يبقاش فيه مصادر حيوانيه كتير، ان الاكل ما يبقاش فيه دهون كتير. احنا للاسف في مصر يعني انا بندور على الدهن وناكله اصلا. انا والله انا شفت يعني فاست فود فتحت، يعني يا جماعه ايه 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 5000 برجر اللي محطوطين قدام بعض ده اللي هو ازاي يعني بيتهضموا ازاي؟ فالحقيقه ان الترندز دي، الحاجات اللي فيها دهون وكده، دي بتعمل التهاب في الاجهزه الهضميه، وده بيأثر بالسلب على صحتنا وشيخوخه الاجهزه عامه. وطبعا تطور مرض السرطان، ربنا يشفي كل مرضانا. دي حاجه. الصحه النفسيه بقى دي حاجه مهمه جدا، لان الواحد لما مش عارفه، اكيد انتوا تعرضتوا لمواقف في حياتكم بتبقوا مخضوضين على نفسكم، فبالتالي الجسم كله والعقل كمان شغال ان هو في خطر، هو في خطر. فللاسف المصابين بمرضى سرطان بيكونوا خايفين قوي من الموت، لدرجه ان الخوف ده هو ده اصلا اللي بيسبب السلاح. كل اذى exactly. هو اللي بيسبب، يعني هو بيخلي الجسم متنشن قوي. طيب ساره، اخيرا وفي اقل من 30 ثانيه، الرساله اللي تقوليها لكل مريض سرطان بيتفرج علينا دلوقتي في صباح الخير يا مصر. ربنا يشفيكم ويعافيكم وينور قلوبكم يا رب باذن الرحمن. وعايزه اقول كمان ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش، اهم حاجه بس صحتكم النفسيه، اهم حاجه غذائكم، واهم حاجه تبعدوا عن كل المسببات اللي تقدروا تعرفوها عن السرطان، زي التدخين مثلا، زي التعرض للمواد الكيماويه او الحاجات دي. انه ممكن نخف يعني باذن الرحمن. طبعا باذن الرحمن نشفى. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور ساره حجي، العلامه المصريه الفائزه بجائزه افضل بحث علمي في مجال السرطان بالمانيا. نورتينا في صباح الخير يا مصر، وانت شرف لينا كلنا. ربنا يبارك فيكم. شكرا جزيلا لاستضافتك. شكرا ميرسي. شكرا لكل اللي بيتابعوني.